الاتهامات عند شوف حميد الرامي، سعيد سعود، حسن الزهري، جمال العطار، الحيدة محمد، أمينة رشدي، غنى نعيمة، الرضاوي حمية، زهير الزهري، نمار مصطفى، المحجوب الله يخليكم الهدوء باش نتكلم الله يخليكم الهدوء هاد الناس هادو اللي اليوم كيغوتوا هنايا هاد الناس هادو خلصوا في 1987 مبالغ ماليه مقابل بقع ارضيه كتجي انت اليوم كتقول لهم غادي تمشيو للسخيرات اول حاجه بغينا نعرفوا هاد الحساب الخصوصي ديال هاد الناس هادو فين مشى وشكون اللي تلاعب فيه ثاني حاجه ملي كتجيو الاتفاقيه ملي كتطالع الاتفاقيه اش كيقول لك المجلس اللي فات في شخصي رئيسي كيقول لك وبالنسبه للمساهمات الماليه في هذا المشروع فوزاره السكنه ستمنح مبلغ 40,000 درهم لكل مستفيد والمستفيدون سيساهمون كذلك ماشي 11 مليون ما كايناش 11 مليون هنا حنا بغينا نعرفوا شكون هذا اللي قرر 11 مليون ثاني حاجه الاشكال المطروح هنا ملي الدوله كتعاون ب 10 مليون علاش هاد الناس ما جلستوش معاهم وعطيتهم اختيارات بمعنى هذا هذيك 10 اللي عاطيها الدوله هو غيخلص 11 هي تعطي ديك 10 ديال الدعم تعطي ديك 10 هو يزيد ديك 10 ديالو ولا 11 ويمشي يشري فين ما بغى هنا في التماره في 22 دجنبر 2001 المكتب
ونجح هذا الشهر لا أمر يكون دينا أولوياته.